فلا سمس ان شاء الله غادي نشوف واحد الكور جديد، واحد البارتي جديده عندها علاقه بالبارتي تاع لي زومبالاج. دونك غادي نشوفو لي زومبالاج بكل بساطه. شنو هما لي زومبالاج؟ لي زومبالاج راه كنستعملوهم حتى في الحياه اليوميه ديالنا. هو مثلا قرعه ديال المناضه راه كتشريها في واحد لومبالاج. دونك شنو هو لومبالاج ديال القرعه تاع المناضه؟ هو هذيك القرعه، سواء كانت ديال الزاج سواء ديال البلاستيك، يعني سي دو سويت. دونك هذا كتعتبر لومبالاج. ولكن او نيفو ديال الكونطا كاينين بزاف تاع لي زومبالاج. دونك كاينين 3 تيب، داكوغ، 3 تيب تاع لي زومبالاج. حنا كنعرفو غير اومبالاج واحد. فمثلا القرعه ديال الماء، انا قلت القرعه ديال الماء، يعني فاش كتشري الماء راه كتشري وسط واحد القرعه، فهذيك القرعه راه عباره على اومبالاج. شنو اخر؟ الحليب فاش كتشريه راه كتشري وسط شي حاجه، ماشي كيعطوك الحليب في يديك كيكبو لك في يديك ولا. راه دونك هادو كلهم عباره على دي زومبالاج. ولكن كاينين ثلاثه ديال الانواع. فاول نوع هو اللي كيتسمى لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. نحاول نكتب فراسكم ما كراش حتى نتوما تكونوا كتكتبوا معايا، هو راه غنبارطاجي معكم هذا الشيء، ولكن الا كتبتوا معايا نتوما غيكون احسن. دونك لي زومبالاج ريكوبيرابل، لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. اشنو هما سيني هاد لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل؟ بدلو اللون. لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل كيتعتبروا دونك كوم دي زيموبيليزاسيون، كوم لي زيموبيليزاسيون. كيفاش هاد لي زيموبيليزاسيون؟ انا غنعطيكم مثال باش تفهموني. غادي نهضر على الكونتونير. ما عرفتش واش عرفتي شنو الكونتونير ولا لا. كتلقى مثلا الرموك، الرموك نورمالمون شنو كيكون جار وراه؟ كيكون جار وراه بحال واحد اش كنسميوها بالعربيه، اش كيكون جار؟ شكون عارف بالعربيه يقولها لينا؟ دوك الرموكات مثلا اللي مثلا السيتيرنا، بحال مثلا الشكل ديال السيتيرنا شاريو. لا لا، شاري كيكون صغير، ولكن راسه حتى الشاريو راه كيتعتبر من لي زومبالاج ريكوبيرابل. عرابه بحال هكاك، بحال هكاك. انا نعطيكم شتي فاش سميتو حتى لو شتراجي مثلا دوك اللي كيديو ليسونس، كيبان لي كاميو هز وراه كيكون ديك قابل للاشتعال، هذاك راه كيتعتبر اومبالاج حاويه. الله يعطيك الصحه، هي الحاويه بالعربيه الفصحى. دونك هادو كوم لي زيموبيليزاسيون، يعني هما هو عباره على اومبالاج. علاش؟ لومبالاج هو اي حاجه كنستعملوها باش نهزو فيها واحد المارشونديز. دونك كاين النوع الاول هما لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل اللي كتعتبروا بحال لي زيموبيليزاسيون، بحال البرميل. دونك لي باريل، حنا كنقولوا البرميل. عندك لي باريل ياك، عندك السيتيرنا. اش كنت كنقلب السيتيرنا هي اللي كتهز فيها مثلا كتكون دايره، دونك لي سيتيرن انسي دو سويت. دونك هذا النوع الاول، تبين معايا. ندوز النوع الثاني. النوع الثاني شنو هما؟ عاوتاني عباره على دي زومبالاج ياك، ولكن دي زومبالاج تا هما ريكوبيرابل. عرفتي بعدا اش كتعني كلمه ريكوبيرابل؟ يعني قابلين لاعاده الاستعمال. عقلوا على هذه المعلومه. فين ما نبان لكم كتبت ريكوبيرابل، ريكوبيرابل يعني سيدي هي قابلين لا يشقنا لاعاده الاستعمال. دونك النوع الثاني هما لي زومبالاج ريكوبيرابل، لي زومبالاج ريكوبيرابل، ولكن هذه المره نو ايدونتيفيابل، نو ايدونتيفيابل. وانا غادي نعطيكم، وهادو هما اللي كثار بزاف ريكوبيرابل. شنو كتبتي ليا؟ شوف ريسيكلاج ياك. لا ماشي ريسيكلاج، انت ريسيكلاج هما هادو لي نو ايدونتيفيابل ياك. اما ايدونتيفيابل ماشي كي تريسيكلاو، كيعاودو يستعملو نفسهم.
حيت كيكونوا كبار، اش بيترو سيكلي في واحد البريميل ولا في واحد السيتيرنا راه كتكون كبيره، وكنبقاو ديما كنستعملو كنبقاو محافظين عليها. النوع الثاني زومبلاج غير كيبيغ بنو ايدونتيفيابل، بحالاش بحال اش كيتسمى عندنا واش تراجيم كيتعتبروا بحال لي ستوك بعدا، دونك كيتخيطاو كوم لي ستوك، دونك كيتخيطاو كوم لي ستوك بحالاش بحال القراعي ديال المناضه مثلا، داكو ولا لي كيس بحال مثلا ماشي الكرتونه لي كيس ماشي الكيس كيفاش نعطيكم مثال، المهم بحال شي المثال ديال القراعه ديال المناضه داكو، هادوك راه كيتعتبروا دي زومبلاج غي كيبيغابل نو ايدونتيفيابل، دونك كنتريتيهم كوم لي ستوك كمثال عليهم القراعي، ولكن الكانيت لا كندوي على القراعي. وين القراعي بالضبط؟ القراعي ديال الزاج وغاليه البوطات، بحال البوطات صحيح. النوع الثالث عقلوا ما يرى ضروري الى عرفتوا المثال حيت كل حاله عندها الخدمه ديالها. النوع الثالث هما اللي كتعتبروا لي زومبلاج بيردي، شنو هما لي زومبلاج؟ يعني صافي الا استعملتي المحتوى ديالهم صافي مشى، بحالاش مثلا بحال الكانيطه ديال المناضه، علاش شربتي ديك المناضه الكانيطه باقي بدير فيها شي حاجه، ما بقيتش واحد كيشد الكانيطه كاع، تقدر تستعملها ديكور ولا تخرج منها، ولكن ماشي تعاود تستعملها كأومبالا صافي، كيتسموا لي زومبلاج بيردو، يعني بيردو يعني صافي كنستعملهم صافي كيضيعوا، داكو. شنو هما هاد لي زومبلاج بيردو؟ أستاذ ما كنسمع والو، بروبليم من عندك، كتب لي، عفوكم، من عندك. دونك لي زومبلاج بيردي، شكون هما لي زومبلاج بيردي؟ بحالاش سيدي كنعتبروهم كوم دي ستوك، تاهما حتى هما كتعتبرو كوم دي ستوك. كاين اللي غيقول لك شنو الفرق بين كلمة ايموبيليزاسيون ستوك؟ ايموبيليزاسيون هي شي حاجة ممكن تبقى عندك في الشركة كتر من عام، ستوك كتبقى عندك قل من عام، دونك كوم لي ستوك. وهادو كاينين في الحياة اليومية ديالنا بزاف، بحالاش بحال الصاك ديال البلاستيك، البيدوات، الكرتون، دونك نكتب هنا كوم لي كارتون، بحال فاش كنشريو السيترو ديال الحليب في ديك العيبه ديالو، هذوك راه كتعتبر لي زومبلاج بيردي، يعني ما كنرجعوهمش للمنحت، لا ماشي ما كنرجعوهمش، واخا ردوهم لي راه ما يشدهمش من عندك، بلاتي نشوف هاد السيد اللي عنده مشكل في الصوت. قلت لك هجر واخا ردو من مول الحانوت ما غيخدمش من عندك، اما النوع الاول يقدر ياخذ من عندك، هادو لا ما عندهم يد بديك الكرتونه ولا الحك ديال السرديل، ردوا لي الحك نقول لي عطينا فيه شي حاجه، ما عندنا ما عندهم يعطينا. في لي زومبلاج ريكيبيرابل ايدونتيفيابل شرينا واحد الحاجه كونسوميناها، شريتي مثلا قرعه تاع المناضه ديال الزاج، وانت ما عندك ما دير ديك القرعه تاع الزاج لحتيها، غادوز واحد اخر غادي يهزها غادي يستعملها غيردها لمول الحانوت يعاود ياخذ فيها درهم ولا جوج دراهم. نفس الحاجه البوطه ديال الغاز، استعملتي البوطه خوات واش ديك البوطه كنعاود نردوها ليك يعاود يعمر لينا عليها ولا صافي خوات كنلوحوها. هادو هما لي زومبلاج غي كيبيرمنو ايدونتيفيابل. لي زومبلاج بيردي هو لانتي لا مول الحانوت ما عنده ما يدير بهم، باغ كونطخ كاين اللي ممكن يستعملوهم في الروسيكلاج في شي حاجه اخرى، ولكن فكا باغ ديباغ حنا ما عندنا ما نديرو بهم هما عندهم ما يدير بهم. بحالاش بحال الكرتون، شرينا كرتونه ديال السكر ياك، ديك الكرتونه واش باقي غنستعملوها؟ شرينا مثلا باكيه ديال اتاي، اتاي جا في واحد الكرتونه، ديك الكرتونه عباره على اومبلاج، واش الكرتونه باقي غنستعملوها؟ ايدونتيفيابل هما اللي كيبقاو كثر من عام كتعتبركم لي زيموبيل، هو داكشي الكبير هما صرا كيبقاو بزاف نيت. دونك هاجر فهمتي لا ديفيرونس بين بيردي لي زومبلاج نو ايدونتيفيابل؟ باش ندوز الاول حاجه مزيان. الوغ اول حاجه كاينه او لي غادي نشوفو في الكوغ ديالنا هما لي زاشا، يعني هذاك لومبالاج شريتو، فالا شريتو كي غندير الجورنال ديالو. دونك اولا كبيره هو لاشا ديال لومبالاج، فاش كنهضروا على لاشا تاع لي زومبلاج كيفاش كنتعاملوا معاه؟ بيان سور
ديما واحد جوج ثلاثة، دونك اشطة تاع لومبالاج غنكتب كا ان. نتوما راسكم فاش غنكتب كا ان راه راسكم خصكم تفهموا شنو كنقصد بها. شنو كنقصد بكا ان؟ يعني الا بغيت نشري هادو كي غندير الكونطابيليزاسيون ديالو. داكور، غناخدو اكزومبل. دونك كا نيميرو ان، مثلا عندنا واحد لادات، ناخدو مثلا لو ان دوز ان، ياك قال لك اسيدي اشا، كتب معايا مزيان اشا ديال ديال 100 باريل، يعني البرميل. دونك هادو الصعوبه فيهم هو فاش نقول لك مثلا اشا ديال 100 باريل، انت خاصك تعرف ديك الحاجه اللي شرينا اش من نوع. دونك اشا ديال 100 باريل مثلا بشحال؟ مثلا ب 200 درهم الواحد. دونك 200 درهم يونيتي الوحده، ولا لون، ولا لان باردون ديال ديال الباريل. دونك ما علينا، 200 درهم سميتو لكل وحده بي اون سبيس. داكوغ، يعني شرينا 100 برميل ب 200 درهم وخلصنا اون سبيس. كيف غيكون الجورنال؟ اول حاجه هاد كان نيميرو 1 اولا بلاش بلاش ما فهمتي، ما نعقدش امور عليكم. الو، كيف غيكون الجورنال؟ الجورنال ديالها غيكون على هذا الشكل. لا دات 1 12 ان. نورمالمون الاخوان اشنو شرينا في القاعده ديال الجورنال؟ اشنو كتقول؟ ديما داكشي اللي شرينا كيتكتب الفوق، ومنين جبنا الفلوس كيتكتب لتحت. فهاد الحاجه شنو شرينا؟ شرينا باغيل، فما غاديش نجي نكتب هنا باغيل، خصني نعطيهم السميه ديالهم. السميه ديالهم ها هي جايه من الفوق. شنو غادي نكتب؟ غنكتب اومبالاج. دونك هنا غادي نضطر نزومي باش تتبعوا معايا. غادي نكتب اومبالاج بحال هكا، اومبالاج ريكيبيرابل، اومبالاج ريكيبيرابل ايدونتيفيابل، السميه كلها. داكوغ، الا شريتي شي حاجه، دونك الصعوبه في هاد لي زومبالاج هو فاش كتشري شي حاجه خصك تكونسونطري تحاول تعرف ديك الحاجه اش من نوع. دونك اومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، قالوا لنا بيي اون اسبيس، يعني الفلوس من خرجت خرجت من لاكيس. بشحال شرينا؟ شرينا 100، ولكن عندك تمشي دير 200 درهم، خصك دير 100 فوا 200، جو بونس هي 20000، ياك وي 20000. ها هي. دونك لوبجيكتيف في هذه الحالة هو ديما فاش كنشريو شي نوع تاع لومبالاج اللي هو الكار نيميرو 1، ها الجورنال ديالو كيفاش كيكون. عافاكم، واضحة الفكرة؟ باش ندوز للحالة الثانية ديال فاش كنديرو لاشا ديال الكار نيميرو 2، يعني فاش كنشريو لي زومبالاج ريكوبيرابل نو ايدونتيفيابل، كيفاش غنستعملوهم. غادي نجي عاوتاني وغادي ندير نيميرو 2. نيميرو 2 اشنو عندنا فيه؟ اولا خصني ندير كان نيميرو 2 ماشي نيميرو 2. دونك النوع الثاني غادي نديرو اشا ديال 2000. اشنو كتبت هنا عافاكم؟ شنو هي دي 2000؟ اش شنو هي دي اللي كتبت؟ واخا شنو هي بالعربيه؟ انا بغيت نسمعها بالعربيه. شنو هي بالعربيه؟ قرعه، ماشي قنين. قنينه؟ لا لا، قرعه. قرعه هي القرعه. لا ماشي ديال البوطه، لا هي قرعه. تيلاش بحال دوك القراعي ديال البلاستيك، بحال هذاك النوع. دونك بحال شرينا
2000 قرعه، قراعي صغار، بينا نديرو فيهم شي لعبه، شي زيت ولا شي حاجه كيف ما كيديروا مالين الدار. شرينا 2000 وحده ب 100 بجوج دراهم. فهاد القرعه الا رديتو البال ماشي بحال النوع الاول، علاش؟ حيت القرعه راه مقابله لاعاده الاستعمال، وماشي بحال النوع الثالث ما كيكونش قابل لاعاده الاستعمال. دونك عقلوا، الاول كيكون قابل لاعاده الاستعمال وكيكون الثمن ديالو كبير ياك، والحجم ديالو كبير، يعني ما كاينش اللي يفرط لك فيه. اما هاد القرعه هذه كتكون رخيصه واحد الحاجه وقابله لاعاده الاستعمال، ولكن ماشي في نفس الحاجه. كيفاش ماشي في نفس الحاجه؟ شريتي قرعه ديال المناضه، اولا شريتي قرعه مثلا هي ديال البلاستيك مثلا ديال العصير ولا ديال الزاج، ديال الزاج هو اللي كيتمشى بزاف، ما غاديش تشري المناضه وتعاود تلقى واحد اخر عاوتاني شاده وعاد كب فيها المناضه، غير استعملها بوغ شي حاجه اخرى، المهم كتعاود الاستعمال. المهم ما نطولش عليكم. بالنسبه للجورنال ديالها، الا لاحظتوا ما درتش لادات بلا ما نبقى ندير، المهم هنا غادي نكتب غير لادات، يعني الا كانت عندك في الاكسيرسيس اسمح لي نمسح. الجورنال غادي يكون تا هو على هذا الشكل. نوت، لاحظوا معايا هنايا هذاك الشيء اللي شريناه حتى في ليكزيرسيس ديالت كلمه اشا. ف اشنو غادي نكتب الا كنت عندي الشره ديال هذا النوع؟ غادي نجي نكتب سيدي، ها هي غادي نزومي عليها، نكتب اشا داكور، اشا دومبالاج، سهله ماشي شي حاجه. اشا دومبالاج ريكوبيرابل، اشا دومبالاج ريكوبيرابل نو ايدونتيفي، يعني شريت درت السميه ديالهم. نو ايدونتيفيابل هنا الا كنا شارين الاكريدي غادي نكتب هنا فورنيسور، غندير 2000 بجوج ديال الدرام يعني هي 4000. دونك الى لاحظتوا الفرق بين الجورنال الاول والجورنال الثاني، يعني مشينا على حسب السميه. دابا بالنسبه للكان نيميرو 2، الكان نيميرو 2 هو فاش كنشريو واحد لومبالاج اللي هو بيردي. دونك انا غادي نكتبها سيون، دونك ك 3 pardon ماشي كان نيميرو 2، ك 3. علاش ك 3؟ حيت ديجا دوزنا ك 1 ك 2. دونك بالنسبه لك 3 غادي نكتب نيشان ليكزيرسيس. دونك غادي نقول لك مثلا اشا ديال 1000 1000 اش كتسمى هذيك ساك دو بلاستيك، ساك دو بلاستيك. ساك دو بلاستيك شنو قصدت بها في نظركم؟ راه هي اش كتسمى بالعربيه؟ ميكا. كتمشي عند واحد كتقول لي عفاك عطيني ميكا، فاش كتقدها بزاف كتقول لي ميكا، سواء ميكا صغيره ولا ديال لي. دونك اش ديال 1000 ساك دو بلاستيك باغ ما نديروش باغ باش ما تبانش شويه دونك اش ساك دو بلاستيك اون اسبيس كو 1000 ساك دو بلاستيك اون اسبيس نديرو مثلا 10 دراهم با 10 دراهم، يعني هاد 1000 ساك كولا خدينا ب 10 دراهم، واخا جاتكم شويه قليله مي هادشي اللي عطى الله. دونك كي غادي يكون الجورنال ديالها حتى هي غادي يكون على هاد الشكل، دونك ديما هنا لادات اشنو غادي نكتب؟ غادي نكتب اشا دومبالاج بيردي، يعني ماشي شي حاجه، اشا دومبالاج دومبالاج بيردي اسبيس، يعني غادي نكتب هنا نكتب 10 دراهم،
كتبان لكم 10 دراهم قليله، ولكن راه خصها تسجل في الجورنال. دونك هذه هي الحاله الاولى اللي خدمنا عليها ديال شتا على شا. دونك الحاله الاولى فاش كنشريو لي زومبالاج ريكيبيرابل ايدونتيفيابل، الحاله الثانيه اشا دومبالاج ريكيبيرابل ايدونتيفيابل، والحاله الاخرى هي اشا تاع لومبالاج اللي كيكون بيردو. دابا غادي نجيو لواحد الحاجه وهي اللي كتكون نقدروا نقولوا نهار الامتحان. شنو هي هاد الحاجه؟ انا غادي نكتب العنوان ديالها هنا، كتسمى كونسينياسيون consignation des emballages. consignation واش 10 ولا لا؟ راه 1000. لا درت هنا با 10 دراهم، حيت ما قلتش لكم 10 دراهم الوحده، كون كانت 10 دراهم الوحده متفقين نديروا 10 في 1000. انا كلهم شريتهم ب 10 صافي، مازال ملي رديتو البال. هنا الاخوان غادي نهضروا على الكونسينياسيون تاع لومبالاج. شنو هو البلان تاع الكونسينياسيون ديال لومبالاج؟ ركزوا معايا مزيان باش نشرحها لكم بالعربيه. فاش كتمشي عند مول الحانوت وكتشري من عنده قرعه تاع المناضه وكتقول ليه هاني ديتها، خصوصا اذا كانت القرعه المناضه ديال الزاج، اش غادي يقول لك؟ جاوبوني في لي ميساج. اش غادي يقول لك فاش غتكون شريتي من عنده قرعه المناضه ديال الزاج، شريتيها وقلتي ليه هاني مشيت، شنو غادي يقول لك؟ رد لي الخاوي مزيان رجل. مزيان هاد هو بيسوق. شوف ما غاديش يقول لك رد لي الخاوي بوحدها، داكور؟ ما غاديش يقول لك رد لي الخاوي بوحدها. شنو غادي يدير معاك؟ غادي يتخلص منك، ماشي يتخلص منك زعما، غادي ياخذ منك الفلوس ويقول لك وشوف ها هي الفلوس عندي، حتى وكان شحال يقطع لك تقي ماشي جوج دراهم، يقول لك حتى ترد لي الخاوي ورد لك جوج دراهم ديالك، عطيه الضمان. الله يعطيك الصحه. والضمانه راه هي الكونسينياسيون، يعني كناخذوا هذاك الخاوي داك لومبالاج كيبقى عندنا حنا ككليان، وكنعطيو في المقابل ديالو الفلوس. الفلوس ماشي كياخذ، راه على اساس الكارونتي، واخا؟ يعني بعد هذا البلان الكونسينياسيون، اجي معايا نسولكم هنا، شحال تاع لي زومبالاج قلنا كاينين ثلاثه، شكون فيهم في نظركم اللي كتطبق عليهم هاد اللعبه؟ واش النوع الاول الثاني ولا الثالث، اولا النوع الاول والثاني والثالث، اولا شكون اللي فيهم هذه اللعبه ديال الخاوي الكارونتي؟ في الحقيقه واحد وجوج، راه بجوج هو في ارض الواقع جوج، حيت واحد كيكونوا غاليين، ما كاين كاع هذا اللي يخلي لك خاصو ياخذ من عندك شله فلوس. دونك الحاله الاولى والثانيه والثالثه اش من كارونتي، يقول لك يخلصوا في الثمن ديالها وسير. ما علينا. الوغ كونسينياسيون تاع لي زومبالاج، ركزوا معايا كيفاش غادي ندير. غادي نعطيها على شكل مثال، تبعوا معايا الله يرضي عليكم. نكتب ليكزيرسيس بروف انا والله، ولا دخلتي الله يسر شنو نعاود هادشي الاولاني حتى تشوف لونغوجيستغمون، مايمكنش نعاود باش تولي تركزوا معانا وتدخلوا في الوقيته. دونك كنكتب ليكزيرسيس الكونسينياسيون تاع لومبالاج، نكتب نشرحها بليكزيرسيس. الوغ عندنا واحد لادا تاع عاوتاني مثلا 03 12 ان، ياك؟ باش نقول بالزربه حسام، الكونسينياسيون هو فاش كتشري شي حاجه ياك، وكتخلي ضمانه على كتخلي غارونتي، يعني الضمانه على داك لومبالاج بحال القرعه ديال المناضه. وفي راسك مرة كاينه حساب في البوطه، الا مشيتي بيتي تشري البوطه، لا مازال في البوطه، لا في المناضه بزاف، قرعه المناضه ديال الزاج ديما كيقطع عليك الخاوي، الا رديتي لي الخاوي رد لك فلوسك، هذيك هي الكونسينياسيون تاع لومبالاج. دونك المثال عندنا اش، دونك غناخذو هي كتكون بوغ الحالة جوج بزاف. اشا، ركزو معايا مزيان، اشا د مارشونديز، داكوغ، اون اسبيس، عشرين ألف درهم، بوان ولا فيغكول، امبالاج. امبالاج اكونسيني بحال كغي يقول لك البروف، كاع ما يقول لك ني غدير معاك هو بوت المزني، شنو غيقول لك امبالاج اكونسيني؟ شنو هي امبالاج اكونسيني؟ عرفتي بحالاش الخضاره باش كيتعاملوا، فاش كيهزوا السلعه ديالهم، فاش كيهزوا السلعه ديالهم للخضاره، مالي الخضاره والديسير وداكشي،
صنادق، وراه هادوك الصنادق راه هما البلان تاع لي زومبالاج اكونسيني. يعني انت كخضر كيتعامل مع خضار كيشري من عنده السلعه، يا اما اذا كان كيدي كيعرفو راه يخلي ليه الصنادق تاو كاين يردو ليهم، سينو كيخلص عليهم. دونك انا اونبالاج اكونسيني نديرو 500 درهم. يعني شنو المعنى ديالها؟ شحال شرينا ديال السلعه؟ 20000 درهم. وهذيك السلعه درنا في واحد لونبالاج، لونبالاج داك الكليان حنا ككليان ما عندنا ما نديرو بها. قلنا لذاك اللي باع لينا قلنا ليه دبر ردوا ليك هذاك، وغيقول لك وخلي لي اخويا ضمانه، وكاو شي حاجه تهرسات ليك ولا شي اونبالاج تهرس راه غينقص الضمانه ديالو. قبل ما ندوز للجورنال، واش فهمتوا المثال اللي شرحته ولا لا؟ جابوني عفاكم، واش فهمتوا المثال اللي هضرت عليه دابا ونيفو تاع لي زومبالاج اكونسيني؟ مزيان. الوغ الى فهمتوا المثال، ندوزو دابا للتطبيق ديال الجورنال. بالنسبه للجورنال ساهل، ها هو. دونك لا دات 03 12 ان، نورمالمون اشنو شرينا؟ شرينا الاخوان مارشونديز، داكور. فهذيك المارشونديز اللي شرينا غادي نديرو ليها الجوران ديالها العادي. دونك غتكون عندنا هنايا اشاب دو مارشونديز، نقولو ليا اشاب مارشونديز شحال غادي نكتب في المونطون ديالها؟ شحال غادي نكتب في المونطون ديال اشاب مارشونديز؟ حنا ما كنديروش دوك النوامر، بلاش دوك عرفت النوامر يعني لي كود، الا درتيهم غادي يدو حل، والله الا غتوحل نهار الامتحان. هذه نصيحه، تفادوا دوك لي كود حيت غادي توحل، ومن بعد نقول لكم علاش غادي توحل. اللهم نكتبوا هادشي اللي ممكنش نغلطوا فيه وما نحلوش فيه. اش منيت كوميرسيال هاجر في بانت لك شي غابي شي غوميز شي، اش منيت كوميرسيال؟ لا ماشي في 500، لا ردوا البال، راه السلعه دايره 2000 درهم ياك، وامبالاج اكونسيني 500 درهم. يعني راني شريت 20000 درهم ديال السلعه وزدتهم 500 درهم كضمانه على داك لومبالاج اللي غنكون جايب فيه السلعه. غادي شرحتها لهم، اي غادي نقسموها. دونك غادي نحط هنا 20000 درهم، هاني خلص 20000 درهم، او ميم طون راني غادي نزيد نخلص الفورنيسور 500 درهم. غير ديك ال 500 درهم باش من سميه غادي دار، هاني غادي نكتبها كتسمى فورنيسور، فهمتي؟ غادي يكتروا لكم شويه المعلومات، فورنيسور كريونس fournisseur créance emballage immobilisation à vendre. واخا هذه خصني نتاكد منها، غندوز للبلان كونطابل تنح دقيقه. دونك الكونت اللي غنستعملو هو fournisseur، نكتبها fournisseur créance pour emballage، نبقى نستعمل الاختصار صافي، pour emballage et matériel à rendre. هذا الكونت ديال من كيما قلت، فاش كتمشي عند مول الحانوت وكتشري من عنده مناضه كيقطع لك 2 درهم ديال الخاوي، ديك 2 درهم ديال الخاوي هذا هو الكونت ديالها. فغنكتب هنا 500. دونك اون توتال شحال خرجت من جيبي ديال الفلوس؟ خرجت 20500. هذه بالنسبه للحاله الاولى. الحاله الثانيه، حنا كنقراو الكونط، حنا راه ماشي كنقراو غير باش نشري وراه حتى باش نبيع. دونك الحاله الاولى اللي درت معكم، فإلا كنتي انت شاري الا كنتي بيع كي غيكون الجورنال. دونك نعاود ندير نفس الحاله 05 12 ان، في بلاصه ما ندير اشاد مره غندير فونت. دونك شوفوا الجورنال ديال الفونت، دونك فونت دو مارشانديز بار، نبدل شويه بار شيك، داكور شيك بونكير بيان سور. وغادي نزيد شحال تقريبا، غنقولوا 10000 درهم، مليون ديال السلعه.
فيغول اومبالاج، يعني هاد السلعه اللي حنا بعنا لهاد الناس ما بعناش لهم يدوها في يدهم، خص غير يديوها فوق هاد لومباج، لكن دوك لومباج حنا محتاجينهم. فون دو مارشانديز كليون ديتس، وي صحيح. دونك اومبالاج حتى هي غادي نسميوها اومبالاج ا كونسيني، اومبالاج ا كونسيني 1000 درهم. دونك كيفاش البلان؟ بعنا السلعة، شحال تاع السلعة؟ 10 درهم ديال السلعة، وهاديك السلعة درناها وسط واحد لومبالاج، ولكن هذاك لومبالاج هما دوك اللي حنا بعنا ليهم ما عندهم ما يديروا به، دونك ما نقدروش نعطيو ليهم هكاك، فقلنا لهم عطيونا ضمانة ديال 1000 درهم صافي. دونك كيف غادي يكون الجورنال ديالها؟ حتى هي بنفس الطريقة، لا دات 05 12 ان، داكشي اللي كنبيعو فين غادي نكتبوه، الفوق ولا لتحت، يعني في الديبي ولا في الكريدي. هادي كل تحت مزيان في الكريدي. دونك تبعوا معايا هنا واحد لاسيوس باش تبقاو عاقلين عليه. ديما الا قالك بروف اكونسيني عقل معايا، ديما داك لومبالاج كيكون حدا السلعه، دونك هنا داكشي اللي بعنا فين غيكون لتحت، دونك هنا فين غادي نكتب فونت، فونت دو مارشانديز ياك، شحال بعنا ديال السلعه، هي الثمن ديال السلعه 10000 درهم. ها هي عاد تحت منها غادي يكون الكونت تاع دوك لومبالاج، غير هنايا فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر، في اش من حاله؟ في الحاله ديال فاش كنكونوا شاريين، مي في الحاله فاش كنكونوا بايعين كيكون عندنا كونت واحد اخر. هذاك الكونت اللي غادي يكون عندنا نوريكم بيان سور في البلان كونطابل، كيكون هو 44 25، ماشي هنا انما هنايا، كيكون 44 25، باش تشوفوا السمية ديالو كاملة. 44 2 5 2 5، هاهو شتو كليون ديت بوغ امبالاج اي ماتيريال ا كونسيني. دونك هاد الكونت غادي نكتبو كلو في الكريدي، 44 25 صحيح. دونك نكتبوها، نكتبها بالحمر بيان سور، خصني نكتبها انا كلها. الوغ كليون ديت، كليون ديت امبالاج، حتى انا كنحاول ندير الاختصارات، كليون ديت امبالاج اي ماتيريال ا كونسيني، شحال 1000 درهم. يعني شحال حنا ك فورنيسور بعنا هاد السلعه، شحال دخلنا حيت قال لك بار شيك، شحال دخلتنا ديال الفلوس؟ دونك التوتال غيكون دخل لابونك تكون دخلات 11000 درهم. صافي واضح هادشي اللي شرحت حتى لحد الساعه. دونك ها هو الكونسينياسيون تاع لي زومبالاج. بقات اخر حاجه شنو هي؟ هو فاش شرينا، نورمالمون حنا راه شرينا السلعة ياك، شريناها وخلصنا واحد 500 درهم، ولكن هاد 500 درهم اللي خلصنا ديال تاع لومبالاج اللي داير اللي مديورة فيه هاد السلعة، واتفقنا مع داك السيد اللي شرينا من عنده أننا ردوا ليه لومبالاج ديالو ورد لينا 500 درهم. متفقين معايا؟ واش باقي متبعين معايا ولا لا؟ مزيان. البلان هو فاش غنردو ليه لومبالاج، نورمالمون خاصو يرد لينا 500 درهم ياك. مي تخيلوا معايا، سنتويا تخيلوا معايا، ردينا ليه لومبالاج وهو يلقى واحد لومبالاج مهرس، شنو غادي يدير؟
شنو غادي يدير. ونفس الحاله ديال البيع، انت كشخص بعتي لواحد السيد شي سلعه ياك، وخديتي من عنده الكارونتي، وفاش رد لك الكارونتي، راه حنا كنقولوا الكارونتي يعني ضمانه، فاش رد عليك لقيتي شي حاجه ما هيش مهرسه ولا مشقوقه، شنو غادي دير معاه؟ واش ترد ليه فلوس وتشد عندك هذاك وانت تسيبوردي هذاك الخلل اللي كاين في لومبالاج، ولا تقول لي لا ما عندي ما ندير ليك، ولا شنو غادي دير معاه؟ غادي ينقص ليك ديك، صحيحة غادي ينقص الضمانة، غادي تنقص، غردوا لي شوية الفلوس ولكن غتنقص. هاد النقصان هذا هو في الشابيتخ ديال الروتور، غادي نديرو بوغ الحصة الجاية إن شاء الله.